عند تمام الثالثة فجرا قرعت الأجراس وتوحدت القلوب، رفعت الصلوات مع عبق البخور بكل إيمان وخشوع للاحتفال بقيامة السيد المسيح ووصول شعلة النور المقدس من القدس المحتلة إلى دير سيدة صيدنايا. الصلوات أقيمت برئاسة المطران لوقا الخوري وبحضور راهبات دير سيدة صيدنايا وعدد كبير من المؤمنين. نحن نعيد عيد القيامة المجيدة، هذا عيد فرح، عيد محبة، عيد سلام، عيد سلام لكل العالم. وهذا السلام اللي راح من عنا نحن، من أرضنا السورية راح السلام للعالم، والمحبة راحت للعالم. من كم سنة ولهلأ نحن عم نعيد بعيد القيامة، منقول المسيح قام ونحن متألمين، منقول المسيح قام ونحن شايفين أرضنا تتألم وتتحسر. بالرغم من ذلك، يعني إذا كانت هذه رسالة لنا نحن المسيحيين بالذات، سنقول للذي يرسل رسالة أنك خسئت أولا، ونحن لا يستطيع أحد أبدا أن يقتلعنا من أرضنا. نحن ثابتون جذورنا هنا لأن مسيحنا هنا، لأن مسيحنا هو أعطاكم السلام وأنتم لا تعرفوا السلام. نحن فرقة المراسم شاركنا من أول الصوم، كل فترة الصوم نحن مشارك، واليوم نحن عيد بقيامة السيد المسيح، وإن شاء الله بالنصر لسوريا. كل عام وسوريا بألف خير، وقائد سوريا بألف خير. فرقة مراسم دير سيدة صيدنايا حبيت اليوم تعيد سوريا بشكل كتير كبير، تعبر عن فرحها بهي القيامة، وإن شاء الله تكون قيامة السيد المسيح هي قيامة لسوريا من كل الآلام وكل الجراح اللي هي فيها. باسم شباب وصبايا صيدنايا وشباب وصبايا فرقة مراسم دير سيدة صيدنايا، منحب نوجه تحية كتير كبيرة أول شيء لسيادة القائد بشار الأسد، الله يديمه لأهل الوطن، بنقول له كل عام وهو بألف خير يا رب، وإن شاء الله بقيامة المسيح بتقوم سوريا من هالوضع اللي نحن فيه. من هنا، من هذا المكان المقدس، رفعت الصلوات وعلت أصوات المؤمنين لتكون الأمنية الأولى هي قيامة سوريا كما قام السيد المسيح من بين الأموات. للإخبارية السورية من دير سيدة صيدنايا، ليا نحاس.